السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعي القناة، أهلا بحضراتكم. إن شاء الله هشرح لكم فكرة الموديل ده النهاردة. هياخد مننا حوالي متر وربع قماش، عرض 150. زي ما حضراتكم شايفين له قصة من تحت الستر، وله زي هي مشكولة، وطبعا البص لغاية القصير لغاية البص، والكم واسع وبكشكشة من تحت بأستر. تعالوا كده نشوف الخطوات. اول حاجة هرسم بطرون ظهر بأي بطرون تكون متعودة ترسمي بيه او بالمقاسات العادية، وهاجي البطرون ده هظبط عليه بطرون الامام. طبعا الظهر لما بنيجي نقيسه كده من اعلى حتة في الكتف لغاية الوسط من ورا، بيكون القياس بتاعه اقل من قياس الامام. يعني مثلا هنا من هنا لهنا بيكون اقل من لما اقيسه من هنا لهنا من الامام، لان في هنا بروز صف، فهيطلع الامام اطول. علشان كده انا هاخد الامام هيكون اطول. هرسم البطرون بتاعي الاول كده زي ما هو الاول، وبعد كده نشوف التعديلات اللي هنعملها عليه. تمام كده. هجيب الورق، ورقة خارجية لازم هتعمليه الاول على ورقة خارجية. هجيب ورقة خارجية، هرسم الرقبة وهرسم الكتف وحردة الجيرو، وهقف لعند هنا. تمام كده. بس هعلم هنا مكان البنس بتاعتي. طيب هعمل ايه بعد كده؟ هشوف الفرق بين الظهر والصدر قد ايه، مثلا 4 او 5 سنتي او 6 سنتي. هتروحي نزلهم من هنا، يعني هنزل كده من هنا 5 سنتي 5 سنتي اهو، هنزلهم كده، وبعدين ابدأ اظبط البطرون بتاعي كده تاني. تمام اهو، ماشي كده يا جماعة. خلاص كده هظبط البطرون بتاعي كده تاني. خلاص. طيب هعمل ايه بقى؟ ايه التعديلات اللي هعملها في الامامي والخلفي؟ هاجي كده من هنا من حردة الجيرو، وهشيل 2 سنتي كاملين هنا حردة الرقبة، هنزل كده 2 سنتي كاملين هشيلهم، دول كده هتقصيهم. تمام كده. حردة الرقبة احنا هنعملها 7، فما قربت لهاش دلوقتي. طيب حردة الجيرو الامامية في النص بالظبط، ادخلي سنتي كمان. السنتي ده هعمله ازاي؟ عايزة اعمله بلون مختلف. هسيب من هنا 3 سنتي ما اقرب لهمش، ومن هنا 3 سنتي ما اقرب لهمش، ما بينهم هبدأ اخد الحردة الامامية كده كده اهو. خلاص كده. طيب انا كده حددت حردة الجيرو وظبطت الكتف. عايزة بقى اظبط خط الصدر. خط الصدر اللي هو هعمل عليه البنس بتاعتي عشان اجيب الكشكشة بتاعتي. خط الصدر يا جماعة بيبقى كده من اعلى حتة في الكتف، من اعلى نقطة في الكتف لغاية اعلى بروز في الصدر كده، هاخده وغالبا بيكون تحت خط الجيرو. هاخده طلع معايا لغاية كده، لغاية كده. هبدأ اخد الخط بتاعي اهو، وهبدأ احدد بين نقطتي السطر عشان اظبط البنسة دي، ولو ان هي متظبطة على الخلف. طيب بين نقطتي الصدر ممكن تجيبيها ازاي؟ لو اخدتي دوران الصدر صافي كده وقسمتيه على 10، يعني لو عندك دوران الصدر 100 ما حطش عليه اي زيادات، اقسمه على 10، الناتج هيكون 10 مثلا لغاية كده. خلاص. يبقى هي دي نقطة الصدر اللي هوصل بقى عليها البنس اللي انا محددها من تحت دي. انا بحاول يعني اديكم نبذة بسيطة على اساس اللي ما عندوش فكرة يقدر يصرف نفسه. كنا سايبين هنا 5 سنتي زيادة اهم، اللي هو الفرق ما بين الامام والخلف اهو 5 سنتي في الطول عشان الصدر. هاجي كده 2.5 هاخدهم يمين الخط ده، و2.5 شمال الخط ده، واعمل بنسة كده، بنسة ها متجهة لنقطة الصدر. تمام كده يا جماعة اهو. هقص الشكل ده الاول، وبعد كده نشوف ايه التعديل اللي هعمله عليه. طيب اول حاجة هو الموديل بتاعنا 7، جاي 7 كده لغاية تحت الصدر. تحت الصدر هحدده ازاي؟ شايفين المقاس ده؟
اللي هو العشرة سنتي دول مثلا، هاجي اخدهم مقاسهم لتحت، يعني هقيسهم كده وهعمل خط زيهم كده، ده هيبقى خط تحت الصدر، الخط اللي هظبطه عشان اعمل عليه تحت الصدر عندنا. تمام كده يا جماعه اهو كده. وهنيجي من هنا سبعة، جاي متاخد سبعة لغاية الخط ده، لغاية الخط ده هتدخلي سنتي لجوه كده من الكتف، وتاخديها كده سبعة لغاية الجزء ده كده. تمام، هبدأ انا اقص الشكل ده، انا اقص الشكل ده لازم اقفل البنسة بتاعت دي الاول وانا ايه بشتغل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقص الجزء ده. والحردة اللي تحت الصدر دي يعني جاية بميل خفيف كده، بميل خفيف من النص كده، يعني جاية عالية من هنا شوية ونازلة كده. انا هبقى اطول لكم الحتة دي بس عشان تبان في الخياطة. يعني هقص الجزء ده كده، تمام. عندي بقى كشكشة في الكم من فوق، يبقى هاجي كده هعمل خط كده من هنا ليكوا معايا. البنسه دي هقفلها وهفتح الخط ده، هتروح البنسه دي منقوله للكتف من فوق، فنروح عاملينها ايه كشكشه اهي. بصوا كده اهي، ومقدار البنسه اللي تحت ده هو اللي هعمله كشكشه تحت، يعني البنسه اللي تحت دي المفروض تتقفل، لا انا هعملها بنسه الايه لتحت، كشكشه لتحت، كشكشه اللي موجوده في تحت الصدر، هي الكشكشة بسيطة خالص. تمام كده يا جماعة. لو عايزة تزودي الكشكشة ممكن تعملي شق من هنا كده لمتجه كده ناحية حربة الباط كده، توسعي شوية لو حابة توسع من تحت الكشكشة حبة، يبقى بالشكل ده كده زي ما تحب. تمام، هبدأ أنا أقص قطعتين من دي، وهنيجي للظهر برضو. للظهر القصة دي موجودة عندنا اعتقد في الظهر، هي مش باين لظهر البلوزة بس اعتقد ان القصة دي موجودة في الظهر. فهنظبط بقى حربة الباط كده على بعضها كده، وناخد القصة كده هتبقى خط مستقيم كده. تمام، هقص الاول الامام وبعدين نقص الظهر ونشوف هنشتغل ازاي. بقى القطعتين اللي فوق اهو لازم تسيب زيادة خياطة اهي. بسم الله. وفي الجنب لازم تسيب برضو حبة، تحتفظ بأي وسع زيادة في الجنب براحتك، اهم حاجة القصات لا، قصات يا دوبك سنتي سنتي ونص كده. قصينا القطعتين دول، هنيجي نقص بقى الجزء اللي تحت ده، والجزء اللي تحت ده هلغي البنسة بتاعته خلاص لان هو ما فيهوش بنسة هنا، فهقفل البنسة دي كده. تمام، البنسة اللي كانت مكملة دي، ما ده الجزء ده اللي كان هنا. تمام، هقفل البنسة دي كده وهقص على تانية القماش القطعة دي. هجيب كده القماش طبقتين اهو وهقص عليه كده، مش مكفي نعملها بالطريقه دي، واطولها شويه بس علشان تشوفوها. تمام اهو، وهطولها كده حبه بس عشان تبان في الخياطه، نموذج صغير ده كده الجزء ايه اللي تحت. طيب كده قصينا الامام، تعالوا نقص الخلف.
الخلف عندي برضو الجزء ده لغاية كده، هضطر اقص او نقص الحتة دي كده، وممكن يبقى مكان البنسة دي كشكشة خفيفة في الظهر. هنروح قصين من دي قطعتين. يعني انا هخلي البنس كشكشة. كده خلاص كده الظهر. هنقص بقى الجزء ده، هقفل برضو بنسته كده وهقصه طويل شوية زي ده كده. خلاص كده قصيت كله، باقي المرد الامامي. ودلوقتي بعد ما اخيط هوريكم تعمليه ازاي، والكم برضو هشرحهولكم تعملوه ازاي. هنيجي نشتغل ده كده الخلف اهو مع بعضه، خلف اهو مع بعضه، وده الامامي. هنشيل بقى الدبابيس. هفتح كده هكشكش من هنا وكشكش من هنا. تمام كده، هنكشكش الجزء ده ونكشكش الجزء ده، وهنا برضو هعملهم دلوقتي ونشوفهم. هعملهم على المكنة ونشوفهم. بصوا كده عملت عيار واسع على المكنة، هشد فتلة منهم عشان اعمل كشكشة زي دي، وهشد فتلة من هنا عشان اعمل الكشكشة اللي زي دي. تمام. طبعا انا لما بعمل عيار بيبقى معايا فتلتين هنا كده، بسحب فتلة منهم كده يقوم القماش يتكشكش معايا زي ما انتوا شايفين كده. تمام. وبرده من تحت هنسحب فتلة اهي عشان القماش من هنا من عند البص يتكشكش من تحت الصدر اهو. خلاص كده. على فكرة الجزء الامامي انا نسيت اقول لكم ان هو مفتوح من الامام، مفتوح من الامام. خلاص. فانا هفتحه لان في زراير، وهتعرضيه شويه من هنا شويه، او هتعملي له الجزء ده بس هو كده كده، يعني هنعمله جزء من جوه هنعرضه شويه. يعني ده هيبقى جاي كده يا جماعه، ده جاي كده، فهنعمل له السجاف من جوه. دي هتتخيط مع دي كده خلاص، بس هتبقى زي ده كده لان لسه هنركب هنا اللي هو زي المرد اللي فوق، ودي هتتخيط هنا. بس انتي الجزء اللي تحت ده عرضيه شوية، انا كنت فاكراها مقفولة لقيتها مفتوحة. تمام. هنيجي بقى للظهر برضو وهنكشكشه من تحت من هنا. ده كده خلاص الامامي، هنكشكش ده برضو كده ونركبه في الجزء بتاعه اللي هو هنا ده. انا ركبت الظهر وركبت له الجزء اللي تحت اهو. بس قبل ما اركب الجزء ده في الامام لازم اركب الكتاف الاول. خلاص كده هنركب الكتف بتاع الامام الاول عشان اركب المرط اللي هيبقى داير حوالين الرقبة والجزء ده، وبعدين اشبك الجزء ده وهنشوفه دلوقتي. خلاص كده. يبقى انا كده هبدأ اركب الاكتاف دي الاول، هشبك الاكتاف، خيطها كده وكده. بعد ما خيطتهم كده من عند الاكتاف هجيب بقى المرد اللي هو هيبقى عرضه كده حوالي 6 أو 7 سنتي، والطول هيبقى ماسك الطول ده كله. هطبقه كده من النص اهو، ممكن تحطي له فازلين خفيف، وهتبدأي تخيطيه في الجزء ده كده.
وبعد ما تخيطيه تعملي له سرفلة على مكنة الأوبر، هتخيطيه بقى حوالين الرقبة دي كلها كده اهو، خيطه جنبكم. شايفين كده؟ شايفين كده يا جماعة؟ بقت بالشكل ده. الشريط لف حوالين الكولا من ورا وحوالين الجزء الامامي كله. وبعدين تعالوا بقى نركب السجاف هنا، الجزء السجاف اللي هبطن بيه الحتة الامامية دي من هنا ومن هنا، هعمله لكم لون مختلف علشان يبان. هاخد قطعتين قماش اعملهم سجاف للجزء الامامي ده، واصلا الجزء ده المفروض يتبطن كله يا جماعه، يعني الافضل ان يتبطن، بس انا هعمله لك سجاف، سجاف عريض وخلاص كده. يعني المفروض اقص قطعتين من الشكل ده، دول قطعتين، قطعة اهي وقطعة اهي، تمام. هبدأ اخيطها، اخيط دي كده من هنا بس، والطرف التاني برضو من هنا بس كده. خيطتها كده هعمل ايه؟ هروح حاطة دي كده، شايفين؟ هخيط اهو اللون الاخضر ده كله هيجي كده عشان انظف بيها المنطقة دي كلها، فانا هخيطها كده. طبعا كشكشة فكت مني من هنا، هعملها وانا ايه بخيط، هخيط كده. يبقى انا كده حطيت اهو الجزء ده اللي هو الامامي ده اهو، الجزء ده خلينا نجيبها كده من على الوش، الجزء ده هيتخيط لغاية كده خلاص. هقلب دي كده عليه كده اهو، اهو اهو الطرف الاحمر على الطرف الاحمر، والاخضر ده اللي هو السجاف هيتني عليها كده، وهنبدأ نخيط. تمام، هخيطها كده، لما اقلبها هتبقى نظيفه ازاي، والسجاف نضفها من جوه. هنعمل الناحيه التانيه زيها كده بالظبط كده. ده بقى هيبقى جاي كده، وطبعا هيبقى فيه زراير في الجزء ده كده. بعد كده هقص الكم واركب الكمام، وبعدين نقفل الجناب بتاعتنا وننظف الجزء ده. زي ما قلت الجزء ده المفروض يتبطن، اللي هو اللي تحت ده يبقى متبطن كله. طب انا هقول لكم بسرعه بطرون الكم، بس معلش بعتذر مش هلحق اركبه، لكن هقول لك تعملي فيه ايه، بس لان عندي ميعاد دلوقتي، والله عندي ميعاد مع الدكتور. بطرون الكم اهو، والفيديو بتاعه موجود على القناه. انا عندي ده امام وده خلف، هنيجي نعمل فيه تشريح لان الكم جاي في كشكشة من فوق وكشكشة من تحت، اللي هو انا هفصل كده الكم كده اهو، هفصله خالص، بس هعمل فيه كشكشة من فوق كده، لكن من تحت هيبقى اوسع بكتير كده، يعني هيبقى واسع من هنا ولكن من هنا اوسع بكتير. تمام كده، يعني ممكن تزودي من هنا حوالي 50 سنتي وسع. تمام،
هقول لك اهو، هقصه لك على السريع واحاول والله احاول اركبه. بصي هحطه كده، بصوا كده، احط الكم بتاعي اهو ده امامي وخلفي، هعمل الكشكشه بتاعته كده واسعه من فوق من هنا ومن تحت هنا واسعه كتير، وهضيف عليكم اضافه تانية. هرسم بس الكم زي ما هو كده، طبعا في امامي وفي خلفي كده، نص البطرون بتاعنا. اذا اللون التاني الفاتح اهو، انا رسمت كده الكم اهو، وانا كده عامله له بطرون برضو. تمام، ده كده نص الكم. هعمل ايه في النص الخلفي ده؟ هتروحي مطولاه شويه كده حوالي 10 سنتي، يعني لو نهايه الكم كانت كده هنزل كده من النص 10 سنتي كده، عشان يديكي شكل الكشكشه اللي موجوده في الكم من تحت. العشرة سنتي دول هيبقوا نص في النص هنا، في نص الخلفي، في نص المسافه بتاعه الخلفي، وهقصه كده. تمام، هقص انا بقى كده واحاول اركب لكم وان شاء الله كم واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بطرون الكم هحطه لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. ده كده هيتلم بقسك كده يا جماعه، كده 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 كده. تمام، ومن هنا هيتكشكش برضو. خلاص هبدا اركبه انا كده على المفتوح، عندي امام وخلفي، ده كده الامام اهو، حطه كده وهعمل له كشكشه في النص من هنا، هركبه بسرعه. بتعمليها كشكشة، بتعمليها كسرات زي ما تحبي. اللي هو في راس الكم من فوق زي ما تحبي، يا كشكشة يا كسرات. ركبته انا كده على المفتوح زي ما حضراتكم شايفين كده، اتركب الكم اهو. هبدا برضو يا اما اقفله وبعد كده اركب له قسك من هنا، يا اما هتكشكشيه وبعدين تقفليه، بس هو غالبا هيتقفل الاول كله كده مع بعضه، كله كده 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 كده، وبعدين بيتركب له قسك من هنا. وانا بركب يا جماعه لازم اجيب حره البط دي تيجي على بعضها كده. اوكي، خيطه في الجنب التاني بقى بالمره كده. شايفين كده يا جماعه الكم طبعا بقى نازل على واسع كده، كل ده هيتني، هيتني الاطراف بتاعته كده، وبعدين يتركب له استك، فهيبقى جاي مكشكش كده ونازل بميل شويه من عند الايد من ورا من هنا. تمام، ده كده يا حبايبي الموديل بعد ما خلص. يا رب يعجبكم ويكون الشرح سهل وتقدروا تنفذوه بكل سهوله. ان شاء الله نتقابل في موديلات تانية جديده، انتظروني. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. بترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.